طبعوا لي عمي ابداع الحاجات القديمه. يا عمي ابداع الحاجات القديمه، يا ريت شوف لنا حاجه عندك ليها قيمه، عشان تعبنا وكفرنا ابن الناس اللئيمة. اللي عايشة بألف وش واللي كل حياتها غش، اللي عايشة بألف وش واللي كل حياتها غش. يا عمي ابداع الحاجات القديمة، يا ريت شوف لنا ناس من بتوع زمان، ناس كانت طيبة وناس كانت قريبة، ناس كانت طيبة وناس كانت قريبة، ناس كانت قلوبها سليمة وناس كانت قلوبها رحيمة. يا عمي ابداع الحاجات القديمة، يا ريت تشوف لنا ناس من بتوع زمان، ناس كانت عيشتها بسيطة وناس كانت عيشتها كريمة، ناس كانت عيشتها بسيطة وناس كانت عيشتها كريمة. يا عمي ابداع الحاجات القديمة، لو ينفع تاخد الناس الجديدة وترجع لنا الناس القديمة. سلكان ومفيش سلكان ورسمين دور الجدعان. انا اللي بقول يا ديشة سلكان ومفيش سلكان ورسمين دور الجدعان. يعني يا ليلي يا ليل يا سليل، من كتر حزني ما بنام الليل. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا سليل، من كتر حزني ما بنام الليل. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا سليل، من كتر حزني ما بنام الليل. مشوار طويل انت حياتي، عذابي وماتي انا وليلاتي. صاحبت صاحب وصاحبني، وده كان كلامه بيعجبني. طعمني صاحبي بسكنته وفي قلبي جرح ما سكنته. واصحاب السوق اللي خانوني عالمستشفى ما ودوني، امي الحنونة اللي شالتني وعالمستشفى وودتني، بعد دهبها وعفش البيت علشان تشوفني اوام خفيت، وقالتلي كله فداك يا ابني ما انت ياما كتير وفيت. جابوا الطبيب من الدار للنار، جابوا الطبيب من الدار للنار، كشف عليا يا ناس واحتار. جابوا الطبيب ابو سماعة، جابوا الطبيب ابو سماعة يا ديشة، كشف علي حوالي ساعة. جابوا الطبيب ابو سماعة دي، كشف علي حوالي ساعتين، وسمعتهم بيقولوا لو عاش
وسمعتهم بيقولوا لو عاش لو عدى الليلة ولا توفاش يبقى انكتب له ده عمر جديد. أنبوبة تسحب أنبوبة وعنيا يما في غيبوبة. السجن يا عالم السجن يا هو شباك حديد وانا مرمي يا هو. السجن يا عالم السجن يا ناس شباك حديد والقفل نحاس. اللي ملوش قديم اقسم بالله ملوك دي على عريس كده. تعالى هنا احنا كنا على قديمه بنشتغل على سقفة الراجل بس عزبة نظيف وميد حساس وكفر حسان وبهبيت الحجارة وكل خط الرجالة خط النار. لو صاحبك راجل سك ايدك وسمعنا سقفة شيطانة وعاملة غلبانة شيطانة وعاملة غلبانة شيطانة وعاملة غلبانة. اقسم بالله عريس شيطانة وعاملة غلبانة شيطانة وعاملة غلبانة. والقدرة الضربة مليانة هتقابل خدر وخيانة مفيش مثلها في تمثيلها. عريسه بيقفوا لما يقعدوا شوية ويبصوا شوية. طب بص بص صل على النبي مش كل حاجة بالراحة ولا بالعافية بالراحة حسهم عشان يحسوك. اول ما كتب القلم يا مسلمين كتب القلم بسامة بسامة انا برضه يا بروق قديش عشان نسمع في الروق قديش. اول ما كتب القلم يا مسلمين كتب القلم لا يفتح عليكم ومشغلين اهو. طب تاني ما كتب القلم سيدنا محمد رسول. طب ممكن اللي مع الله يرفع ايده فوق. طب لو بتخافوا من الله قوموا اقف. لو بتخافوا من ربنا اللي خلقك قوموا اقف. اقسم بالله ساعة الحصبة تتعوض. امك وابوك في الجنة انا ترفع ايدك فوق. الشيطان Oh.
بعيد عنكم والذل في الوان بشرك في بروزكم We'll be right back.
المصحف ما سمع السقف، وحياة ربنا ما سمع السقف. دي من غير عتاب يا زمان. Let's go.